وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله نورا نهتدي به، اللهم اجعله نورا نهتدي به برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات آجالنا ولا تفرقنا يا رب العالمين. اللهم اشف أخينا، اللهم اشفه شفاء عاجلا يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء عاجلا يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء عاجلا لا سقم بعده، اللهم اشفه شفاء عاجلا لا سقم بعده يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى الخير، اللهم وفقنا إلى الخير يا أرحم الراحمين، اللهم وفق هذه الجماعة إلى الخير، اللهم وفقهم يا رب العالمين. تاب الله علينا أجمعين وتوفانا مسلمين، هداني الله وإياكم إلى طريق الحق وإلى الطريق المستقيم، كفانا الله شر أنفسنا وشر القوم الظالمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله.